يبدو أن الحكومة الألمانية في المرحلة الأخيرة للإعلان عن إمداد أوكرانيا بهذه الصواريخ. طبعا هي صواريخ كروز من طراز تاوروس، هذه الصواريخ التي تعد بعيدة المدى. هذا النقاش الآن يدور في أروقة الحكومة الألمانية. وسائل الإعلام الألمانية أمس واليوم تتحدث بشكل واسع عن هذا الأمر، وبأن الحكومة ربما في المراحل النهائية. هناك مصدر داخل حزب المستشار الألماني أولاف شولتز، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ذكر لوسائل الإعلام الألمانية بأنه قريبا ربما تعلن ألمانيا بشكل رسمي عن تسليم هذه الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا. ولكن الآن الحديث يدور هو من خلال وزارة الدفاع الألمانية التي تقول أنها ربما تحاول، يدور الحديث الآن عن إمكانية تزويد هذه الصواريخ إلى أوكرانيا من مخازن الجيش الألماني. أيضا في ذات الوقت هناك تنسيق بين وزارة الدفاع الألمانية والشركة المصنعة لهذه الصواريخ، وهناك معلومات تحدثت عنها وسائل إعلام بأن المستشار الألماني أولاف شولتز قد طلب من وزارة الدفاع أن تطلب من الشركة المصنعة أن يكون هناك قيود أكثر على الصواريخ التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا. وهذه النقطة مهمة جدا وفقا هنا لمتابعين، لأن المستشار الألماني يريد أن لا تكون هذه الصواريخ متاحة ليتم استهداف، لأن تقوم أوكرانيا باستخدام هذه الصواريخ في استهداف مناطق داخل الأراضي الروسية، إنما للدفاع عن النفس فقط. لذلك هناك أيضا حديث الآن يدور، وهناك تنسيق بين وزارة الدفاع الألمانية والشركة المصنعة لأن يكون هناك قيود على الأهداف وعلى نظام التحكم في هذه الصواريخ كي لا تستهدف مناطق داخل روسيا، وبذلك تعطي ذريعة لروسيا للتصعيد أكثر وربما لخلق ذريعة للمواجهة مع حلف شمال الناتو، وهو ما لا تريده برلين بطبيعة الحال.